الرعيل الأول من المسلمين، متمثل في أصحاب رسول الله، المتمثل في التابعين، في تابعيهم، كل هؤلاء أعظم جهاد دخلوا منه بوابة الجهاد القتالي. ما هو أيها الإخوة؟ جهاد النفس. جهاد النفس يعني أن يسعى الإنسان ليل نهار ليل نهار على أن يتحرر من رعوناته، يتحرر من شهواته أهوائه. أكيد كل واحد منكم يقول طب كيف بده يتحرر؟ سبيل التحرر معروف، لكن التجئ أسلم تجد. نعم، ما هو سبيل التحرر؟ دائما نحن نقول الحب الأعلى يطرد الحب الأدنى، والخوف الأعلى يطرد الخوف الأدنى، والتعظيم الأعلى، وهكذا. أنا عندما يكون قلبي خاليا من محبة مولاي وخالقي، عندما يكون قلبي خاليا من تعظيم مولاي وخالقي، عندما يكون قلبي خاليا من الخوف من مولاي وخالقي، ما الذي يستحل جنبات قلبي؟ حب الشهوات، حب الرغائب، حب الزعامة، حب الأنا، حب الذات، حب المال، حب المنافسة والتنافس مع الآخرين، حب التباهي عليهم، إلى آخر ما تعرفون. نعم، حب الغرائز، شيء طبيعي. كفتين ميزان، إن طاشت الأخرى رجحت الأولى، وهكذا. ما السبيل إلى أن أتحرر من نفسي؟ نمي بين جوانحك محبة الله. هل سبيل محبة الله صعب؟ والله مو صعب. الصعب هو أن لا تحب الله. نعم، إذا ربطت النعم بالمنعم بس، ربطت نعمك التي تتوارد عليك بالمنعم، دائما دائما عشقت الله وأحببته، فإذا توجت هذا بفكر دائم له ازددت حبا له. هذا الحب يحتل جوانب قلبك، يطرد الحب الآخر. نعم.